السلام عليكم، معكم فارس ريعان، حفيد العلامة شيخ الحبيب فارس، متحصل على المرتبة الثانية وطنيا في تحدي الابتكار والهندسة المقام بالجزائر العاصمة بمناسبة المعرض الدولي للإنتاج. شاركت مع فريق قسنطينة المتمثل ب8 أفراد بصنع روبوت متنقل لنقل المعدات. التحدي كان في ظروف جد حسنة، قمنا بتطوير هذا الروبوت في خلال 5 أيام بدءا من الصفر إلى غاية المنتوج النهائي. تم تكريمنا من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير ياسين وليد وزير المؤسسة الناشئة. أشكر جميع من دعمني، خاصة من جامعة قسنطينة 2 ومدير الحاضنة عزيزي نادير الذي أعطاني الفرصة أني شاركت في مسابقة كما هذه، وأرجو منه أن يسمح لي أن أشارك في مسابقة دولية وأعلى. ثانيا نهدي هذا النجاح لولايتي، ولاية بسة، وعلما أني متحصل سابقا على المرتبة الأولى وطنيا في تحدي ابتكار الجزائر سنة 2019 بصنع جهاز لكشف وتنقية الهواء الملوث.